بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة ومن داخل سوق دراوة. يا جماعة النهاردة 23/9/2022 من داخل سوق البقر الوالد، وده الجزء الثاني بتاع البقر الوالد. يا جماعة معانا عجلة بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ممكن نشوف سنها يا أخي؟ تبارك الله ما شاء الله. أي جايلك، حاضر جايلك، تبارك الله. هذه السنة جماعة لبانة تبارك الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. العز بقرة يا جماعة، اخذ البقرة دي بما يرضي الله، نشوف سعرها كده. الصلاة على النبي تبارك الله. هذه الحلبات بتحلب بعد عيلها حق وجبة واحدة اللي فيها دي؟ ها وجبة واحدة؟ لا لا، فيها وجبتين. وجبة لسه يا دوب، يعني هي لسه هتتعلم. تمام، اخبر الهداوة. الهداوة من عند الله. هذه ولا البقرة الحمراء اللي كورها ذكر 24 مشهور. حاضر اصورها. حاضر اشكر انا اكون في السعودية على الطرف، اعرف الله ما بشوف. حاضر يا خال. انا صورتك عشان اشوفك. سلامنا لي يا حاج وسلامنا للناس المغتربين كلهم والله تبارك الله. تحتيها النتاية دي يا جماعة، تحتيها النتاية دي تبارك. عليها ولا في بيع وشراء خال؟ لا لا عليها، مشتريها انا. مشتريها؟ مشتريها. يعني فيها بيع؟ لا. مروحها يعني؟ مروح. الله يزيدك يا عم، الله يملاها لك بركة. الصلاة على النبي تبارك الله. اهلا مع اللهم صل على النبي. ازيك يا عمدة؟ صباح الفل. الحج بعتني ليك تبارك الله. ايه تحتيها دي؟ تبارك الله يا عم، تبارك الله على ذكرها. الله اكبر. العشر خمسة يا جماعة، العشر خمسة. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بصوا عيلها، البقرة دي تبقى غالية يا جماعة. ليه بقى؟ بصوا عيلها، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. من العيون اللي قلبك يحبها يعني. اللحم تبارك الله، فتحات تبارك الله، العجل ما فيهوش غلطة. الأم ايه سنة على كده عمدة؟ سادة على الأول؟ تبارك الله. الصلاة على النبي. هذه الحلبات مسطرة يا جماعة، الله أكبر. عليها ولا فيها بيع وشراء عمدة؟ فلوسها 45 تبارك الله. العشر خمس شهور، قلت لكم يا جماعة. 45,000. لو عزلنا عجلها يعمل كام لوحده معلم؟ نزيد على 20 تبارك الله. ممكن تداني جرة بس كده؟ هاي يا جماعة. بص العجل يزيد. معلم يا باشا صباح الفل، ايه اخبارك؟ سنة علاوة وبتحلب ماشي تبارك الله. ما اقدرش احاربك والله. الصلاة على النبي. فلوسها دي 45 ولا البيع والشراء؟ فلوسها 45، بعد فلوسها انا. فلوسها بعتوها ولا اشتريتوها؟ اشتريناها. تبارك الله يا عم، تبارك الله. والعشر خمسة؟ العشر خمس شو؟ الصلاة على النبي. بقرة يا جماعة تبارك الله يا اخي. بقرة تبارك الله بصراحة. فلوس دي بتاعتكم انتم. خلصت فيها حج؟ كم خلصتها؟ 45. كم تليفونك لحد عايزها؟ عشر اربع شهور. الف عشرة؟ ايوه عشرة. الابراهيم؟ ايوه. خذ اعمل عشرة. كم تليفونك؟ شفت ايوه. 45 الف. التليفون في السعودية. سلم عليه طبعا من فراج. لا انت سلم عليه هنا. يا فراج. زير 11. زير 11. زير 2. 6/8. 6/8. 5/5. 5/5. 1/5. اسمي كريم. مصطفى احمد. ماشي يا عم مصطفى. وانا ابو مصطفى. ماشي ابو مصطفى، نورتونا والله. الله يوسع عليكم. صور ابو درشة. الصلاة على النبي. هاي يا جماعة البقرة. صلى على النبي. يا سلام على الدين. تبارك الله يا جماعة. ايوه هاي. لا لكن ابو مصطفى العشر مخلص الاربعة وماشي في الخامس عشان قال لي خمسة هو. اربع انضاف. ايوه اربع انضاف. يعني يا جماعة الناس بتحكي كمان في اربع انضاف. هنا المصداقية يا جماعة، اربع انضاف الرايل بيقول لك. صلى على النبي يا عم. تبارك الله. ايه سنها حج؟ توها قافلة. قافلة على الأول يا جماعة. خذ المحاليب 29 بس. تبارك الله. قافلة على الأول. صلى على النبي. ايه خلفها عمدة؟
ايه تحتيها عمده؟ تحتيها انت يا معلم. تحتيها انت يا معلم. منورين عمد، منورين والله تبارك الله. اي السلام. ما شاء الله تبارك الله. كم الفلوس يا معلم؟ توها قافل. كم الفلوس؟ 29,000. 29 دي فلوس ها؟ ايوه تبارك الله. هذه الحلبات هي ما بعد عينها مثلا تحلب لها ثلاثة وثلاثة، ولو أكلت تجيب لك أربعة وأربعة على حسب، على حسب أكلك يعني. هذه بقرة بلدي كم؟ ازيك يا حاج؟ صباح الفل. صور نزلوا على النت. ايه سنها البقرة دي؟ كسر جوز. كسر جوز يا جماعة. 10-4 بكرية يا جماعة. 10-4 10-4 الصلاة على النبي. 10-4 تحتيها انتهي تريتها حلوة. 10-4 فيها تبقى غالية البقرة دي يا جماعة. تعرف على طول، طول ما هي البقرة عشر وبتها كبيرة أو عيلها كبير. الصلاة على النبي. كم الفلوس يا كبير؟ 37,000. 37. الصلاة على النبي يا عمال. كم تليفونك؟ 011 011 40 40 20 20 64 29 64 29 29 فيها 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 مهاودة ولا ده آخر السعر؟ آخر السعر. آخر السعر تبارك الله. 37 يا جماعة ماشي كبير، متشكرين. الله يوسع عليك. ها برضه في واحدة عليه، في واحدة برضه يا جماعة. عمدة صباح الفل. شارو ولا بايع عمدة؟ الصلاة عليك. ايه سنة دي؟ كسر اربع سنات. كسر اربع سنات تحتيها انتايا؟ اه. الصلاة على النبي. كم الفلوس يا حاج؟ 27. 27 يا جماعة. اللي اخذ البقرة دي يكرمها والله العظيم احسن له. الله. اربعة كسر اربعة اللي اخذ. فيها عشرة ولا طلوقة ولا حاجة؟ فاضية؟ الصلاة على النبي. 27؟ كم تليفونك يا اخي؟ تليفونك؟ تليفوني؟ لو حد عايز يتواصل معاك فيها. لا مش تليفون. معكش تليفون؟ الله يزيدك يا شيخ. السلام عليكم. بقول لك الحزام بتاع المواليد ده بكام؟ قلت له عايزين لنا عجلة يعني انت من المزرعة ينفع؟ يا عم مزرعتك. السلام عليكم. ماشي تقول ما انت ليه؟ حرام حصير. ايه سنها يا حاج؟ ايه سنها دي؟ سنة بغرة لسه. تحتيها انتايا؟ تحتيها انتايا. ايه فلوسها دي يا حاج؟ فلوسها 32 يا جماعة. والله البقرة جميلة بصراحة. البقرة بصراحة جميلة. تبارك الله ما شاء الله. الله أكبر. أهلا. بسم الله ما شاء الله تبارك ما شاء الله. فيها عشرة ولا حاجة يا حاج؟ فيها عشرة ولا طلوقة؟ فيها عشرة ولا طلوقة؟ الله يزيدك يا حاج. الصلاة على النبي. كم تليفونك؟ 011 011 4 4 9 9 9 9 2 4 2 4 7 6 7 6 اسم الكريم يا حاج؟ 7 6 8 7 6 8 اسم الكريم؟ حسن. حسن ماشي عم حسن. الصلاة على النبي تبارك الله. دي فلوسها 32 ولا البيع والشراء؟ لا 32 فلوسها. فلوسها يا الله يوسع عليك يا حبيبي. الله تبارك الله. البقرة دي يا جماعة ما شاء الله. اللهم صل على النبي. ربنا يبارك في المال. بص فتحاتها من ورا ما شاء الله. تحتها نتاية. بص العمة يا جماعة من قدام. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على النبي. صراحة حاجة طيبة، يمكن احلى من احلى البقر في السوق اللي صورناه النهارده. في نهايه الفيديو لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا باللايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.